على خطى التوجه نحو التوسع باستخدامات الطاقة الشمسية، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تدشينها أول محطة تعبئة وقود تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الرقة، حيث تم إنجاز هذا المشروع بالتعاون بين كل من دائرتي التسويق المحلي والبحث والتكنولوجيا من جهة، ومعهد الكويت الأبحاث العلمية من جهة أخرى. وتعادل القدرة الإنتاجية للألواح الشمسية تعادل القدرة الإنتاجية للألواح الشمسية في المحطة نحو 50 كيلو واط بالساعة، حيث تكفي هذه الطاقة لتشغيلها بالكامل في وقت الذروة، كما أن الفائض من الطاقة يتم تحويله إلى شبكة وزارة الكهرباء والماء لتتم الاستفادة منه من قبل الوزارة.